ومعنا من تعز مراسل الجزيرة حمدي البكاري. حمدي، أعضاء في هذه اللجنة ذكروا أن عملية الانسحاب لم تتم كما هو متفق عليه، وهناك آليات ما زالت متواجدة. أنت على أرض الواقع في تعز، ما الذي تشاهده؟ هل بالفعل هناك آليات تابعة لصالح في شوارع المدينة؟ هناك بالفعل صعوبات الوصول إلى بعض السكنات حتى للمواطنين العاديين، بمعنى إذا لم تكن هناك بقايا قوات في هذه السكنات أو في هذه المواقع، فإن من المفترض أن تكون هذه الأماكن متاحة لزيارة الجميع، ولا توجد فرصة حتى لتوفير إمكانية زيارة فرق إعلامية إلى تلك الأماكن للتأكد فعلا من احتمال خلو هذه الأماكن من كل القوات. القضية الآن التي تبرز على السطح هو أن قوات الرئيس صالح انسحبت بشكل تكليفي، هي فعلا اخرجت بعض الاليات العسكريه من بعض السكنات، لكن ابقت على بعض الاليات الاخرى وقامت باستبدال الجنود او زي الجنود، بمعنى قد يكون هذا الجندي تابع للحرس الجمهوري لكن يتم تغيير الزي فقط الى زي الشرطه العسكريه. هذا هذه الاتهامات يقولها المعارضون في المدينه، وبالتالي لا تزال القوات على حالها في نفس السكنات وان بطريقه اخرى. هذه القضيه، لكن القضيه الاخرى ايضا ان الانسحاب الى اين يتم؟ لا احد يعرف الى اين يتم. كثيرون يقولون بان الانسحاب يتم الى مناطق هي داخل المدينه، قريب المدينه، وليس كما هو متفق عليه الى خارج المدينه في المعسكرات. ومن ثم تنشا مشكله اخرى تتمثل بأن هذه الآليات من المحتمل عودتها في أي يعني وقت. في هذه الحالة أين تكمن مهمة هذه اللجنة العسكرية؟ ألا يوجد لها رقابة على حركة انسحاب الآليات العسكرية؟ إلى أين تتم وأين تتموضع من جديد؟ اللجنة فعلا تواجه صعوبات كثيرة وتحديات كثيرة. المسألة لها فترة من الوقت، وهناك حالة احتقان وهناك قتلى وجرحى منذ وقت طويل، بمعنى يصعب بمكان إجراء حلول سريعة لهذه المشكلة. كثير من الأهالي سمعناهم هنا يقولون نحن نحتاج إلى مراقبين دوليين للإشراف على هذا الاتفاق التهدئة، لأن مثلا القوات تقول بأنه نحن انسحبنا من مواقعنا، يقول ايضا المسلح نحن ايضا انسحبنا من مواقعنا، لكن لا تزال الحاله الامنيه مخيفه في المدينه وهناك حاله من التوجس لدى كل طرف. لذلك هناك مطالب في توفير اليات جديده لضمان انسحاب فعلي وجدي من المواقع، وبالتالي الوقت التام لاطلاق النار. نعم، وباختصار حمدي ذكرت امرا عن المسلحين، ولكن ايضا كيف تبدو حركه انسحابهم أو على الأقل توقفهم عن الممارسات العسكرية؟ وبالفعل لم نعد نسمع أصوات إطلاق النار ولا أصوات مدافع ولا دبابات، والهدوء يعود تدريجيا كما يبدو إلى المدينة، لكن المشكلة الآن هي من احتمال تجدد الاشتباكات وعودة المواجهات إلى المدينة، لكن وقف إطلاق النار تم بالفعل ولم نعد نسمع اصوات اطلاق النار، وكثير من المسلحين انسحبوا من الاماكن التي يتواجدون فيها في بعض مناطق المدينه. لكن المشكله الاخرى ان المسلحين من انصار الثوره هم جزء من النسيج الاجتماعي والنسيج السكاني داخل المدينه، اذا ما وجدت هناك اي مشكله فبالامكان عودتهم مباشره وبسرعه. اذا ما ظهرت قوات صالح وقصفت او مارست نوع من العنف فإن هؤلاء المسلحين عودتهم تكون سريعة، لأنهم أساساً مسلحين شعبيين وجزء من التجمع السكاني داخل المنطقة. أشكرك جزيلاً حمدي البكاري مراسلنا في تعز.